النهارده اليوم فيه احداث كتير قوي لازم تشوفوها. اول ما صحيت خدت السبلمنت ونزلنا قلنا نروح نلعب الكارديو وشفنا اصحاب محمد رمضان تقريبا كلهم هناك وارنولد كمان كان هناك. انت كانت بتقولي بقى تصور وريني شكلك فبعت لها الفيديو ده. عايز اكل محشي اما وش عضم عايز يترد على البارد. خلصت الكارديو ورحت استلمت الوجبات بتاعتي والوجبات دي دايت 100%. بعدين رجعت على الفندق عشان اكل الوجبات واستنى ميعاد التمرين الثانيه. بعد كده رحت وصلت للجيم على طول في ميعاد التمرين الثانيه. النهارده كان عندي تمرين الظهر وباي فاتمرنت تمرينه بجد غشيمه قوي. لازم تخرج من التمرين وانت ما عندكش اضافه 1% بس كنت ممكن تضيفها، لان خلاص ناقص ايام وبقى على اقوى مسرح في دبي. فادعوا لي ان شاء الله اشرفكم في البطوله واظهر بمستوى كويس. ونيجي لاصعب لحظه في الرحله كلها وهي تمن الفندق اللي قاعدين فيه لحد البطوله. انك بتترعش ليه يا حسام؟ مالك مفيش نت؟ يلا نمشي. 8250 درهم. الدرهم بكام؟ 5 جنيه. 5 في 40000 جنيه. اديله 50. 45000 يبيع الشنطه. بص